بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه بالشكر لسيدي صاحب سمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي، وشكر موصول للشيخ عبد الله بسام رائي المؤتمر العلمي البدني في إمارة الشارقة. المؤتمر هذا استضافته إمارة الشارقة لأبنائنا المعاقين. المؤتمر بيكون في باحثين علميين من خارج الدولة، بيكون من أوروبا ومن آسيا ومن دول العربية لاستفادة البحث العلمي والبدني لأبنائنا المعاقين.